اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان، بحييكم تحية النعمة والسلام في اسم ربنا يسوع المسيح. عندي سؤال كتير مهم، وهي ظاهرة منشوفها اليوم. هل انت بتفتقر الى الاصدقاء والى الاحباء؟ هل في ناس كان في علاقة حلوة معهم وبعدين حسيت انه تخلوا عنك او انكروك او تركوك؟ وهل بتعاني من هذا الامر انه الناس اللي كنت تثق فيهم واللي كنت بتحبهم غدروك او اساءوا الك؟ هل انت بتعاني انه ناس اللي انت حطيت ثقتك فيهم وامانتك فيهم اصبت بالخذلان بسببهم؟ اسمع ما يقول الكتاب المقدس في سفر الأمثال إصحاح 18 والآية 24: ولكن يوجد محب ألزق من الأخ. وعنوان الكلمة اليوم محب، أو يوجد محب ألزق من الأخ. ويا له من محب، قال المرنم: إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني. قال رسول بولس بوقت الظرف الصعب: ديماس تركني إذ أحب العالم الحاضر. ثم قال في نهاية حياته: الجميع تركوني. يا على هذا الإحساس الصعب جدا، إحساس يعني مؤلم جدا. في الساعة، في اللحظة اللي أنت محتاج صديق، محتاج شخص يسعفك يوقف معك ويكون الصداقة الحقيقية، بيتخلى عنك وبيتركك. هذه حياة البشر. ألم يعاني المسيح من الترك؟ حتى التلاميذ اللي كانوا معاه مكتوب عنه في النبوة: أضرب الراعي فتتبدد الرعية. والعديد تركوا الرب يسوع، لكن طبعا إلى حين لما امتلأوا من الروح القدس خدموا المسيح بكل أمانة وبكل إخلاص. واليوم أنت عم تشعر أنك أنت وحيد، عم بتمر في ظروف صعبة، محتاج لكلمة حلوة، محتاج لتشجيع، محتاج لزيارة، ولا سيما في هذا الوقت العصيب، وقت الكورونا، وقت الوباء وصل معاك يعني منرفز من جوا، وخلاص خلاقك اتضيقت والدنيا مسكرة بوجهك ومش عارف شو تعمل. يوجد محب ألزق من الأخ. قال الرب يسوع المسيح: أنتم أحبائي، لا أعود أسميكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما لسيده. احنا احباء على قلبه، احنا اولاد وبنات الرب. وهذا الامتياز الجميل اللي احنا في كل واحد فينا فعلا اخده ونلنا. ولكن يوجد محب ألزق من الاخ. ومن اجل خلاصنا ومن اجل محبته الشديدة لإلنا ترك السماء وترك العرش وجاء من أجلك ومن أجلي لسبب محبته الشديدة. جاء افتدانا واشترانا من اللعنة، وافتدانا من كل خطية حتى يكون في شركة، حتى يكون في علاقة معنا. أليس عجبا ندرك أنه صفات الله وطبيعته بقول أنه الله بحب يكون في شركة معنا، وبحب يتلذذ لذاتي مع بني آدم؟ ألا هذا الأمر يسعدك ويبهجك ويبسطك أيضا؟ فإذا في عنا مثل ما مكتوب محب ألزق من الأخ، محب لإلنا مش في أوقات معينة، في كل الظروف، في كل الأوقات، حتى في الظروف الصعبة، حتى في الظلمة الحالكة، حتى في وحدتنا، في يأسنا، في سقطتنا، في فشلنا، في ضعفنا. لأن خطة الله ما انتهت عند فشل الإنسان. الله بحبك، الله بيهتم فيك، الله عينه عليك.
الله بحب يكون في شركة، الله بحب يكون في علاقة معنا. وعد أنه يسمع صلواتنا، يسمع أصواتنا، يسمع أناتنا، تأوهاتنا، ويتجاوب مع طلباتنا ومع احتياجاتنا، وبيتجاوب مع تجاربنا ومضاعفاتنا. ألم يقل الكتاب عن الرب يسوع مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيئة؟ مكتوب عنه أيضا يقدر أن يرثي لضعفاتنا، يرثي، بيعرف اتعاطف معنا، بيعرف جبلتنا، بحبنا أحبائي محبة عميقة، بحبنا لدرجة إنه دعانا حتى يحمل أعباءنا ويحمل أثقالنا أيضا. مين بدك تتبع؟ ألا تريد أن تتبع هذا الشخص المكتوب عنه محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة؟ أحبنا فضلا، أحبنا أولا، مش حبنا لأنه احنا منحبه، لا، أحبنا أولا، أحبنا حتى المنتهى. ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. محبة منتصرة، محبة متقدمة، محبة بدون يعني بدون أي شرط، محبة غير محدودة، محبة أبدية، محبة أزلية. انظروا أي محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. فالله لا يتخلى عنا ولن يتركنا، لأنه يوجد محب حتى أقرب إليك من أخوك، من أختك، أقرب من أي شخص، أقرب من عيلتك، حتى بتقول ولو حتى المؤمنين اللي اتكلنا عليهم خذلونا. يوجد محب أحبك محبة أبدية، محبة لدرجة ضحى بنفسه من أجلك، محبة حتى أنت تتمتع بالحياة الأبدية. وهي المحبة مش بس أحبنا وافتدانا، لكن في الحاضر يحبنا ويكون معنا وشريك معنا ونحن في شركة معه وفي علاقة معه. ألم يقل حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة في اسمي هناك أكون في الوسط؟ ألم يقل ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر؟ هو بحبك، ما تركك ولا تخلى عنك. تعرف حتى مرات احنا منتركه لكنه يبقى أمينا لا ينكر نفسه. هل شعرت بالترك؟ وهل شعرت بالعزلة وبالوحدة؟ وهل أصبت بالخزلان ووصلت إلى حالة الإعياء الروحي والتعب الروحي؟ هل وصلت إلى حالة الانحناء الروحي؟ يوجد صديق، يوجد محب ألزق من الأخ. إذا ما تعرفت عليه أنا بدعوك إنك تتعرف عليه. هو بحبك حتى رغم خطاياك، وعاوزك مثل ما أنت، يعني ما تجي لا بأعمالك ولا ببرك ولا تقواك، لأنه ما بخدش رشوة، وما فيك تبهر الله إنه عندك قداسة. السماء لا يدخلها شيء نجس، عيناه أطهر من أن تنظر الشر، بس هو دفع الثمن من أجلك وعاوز يكون في شركة وعلاقة معك. شو رأيك الآن تفتح قلبك وحياتك لإله وتصلي؟ عيد هاي الصلاة، قل له ارحمني أنا الخاطئ. ممكن تصليها بمكانك هو سامعك وبيستجيب، وأسرع طلبة بيستجيبها هي طلبة الخلاص. قل له ارحمني أنا الخاطئ، قل له يا رب طهرني من كل إثم، اغسلني بدمك الكريم. صلي، قل له يا رب أنا بدعوك لحياتي حتى تكون ربي ومخلصي وسيدي وملكي أيضا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. مكتوب وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. وهو الذي قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، لا بيخزلك ولا بيتركك، قال لا أهملك ولا أتركك، مش رح يتخلى عنك، هو معك. هل تريد الحياة الأبدية؟
اطلبه الآن، قل له يا رب أنا أطلب الحياة الأبدية، هل تريد أن اسمك يكون مكتوب في سفر الحياة؟ هو كتب اسمك في سفر الحياة. إن صليت هذه الصلاة قلت له يا رب تعال إلى حياتي. على فكرة شارك هذا الفيديو وبحب أسمع منك. الرب يباركك.